نبدا بالسيدات اولا، ليديز فيرست. ضيفتنا زينة أفتيموس، مطربه وممثله وفنانه متعدده المواهب، ويمكن من الليل اللي انا شخصيا شاهدته وهي بتغني وهي حامل، اراده قويه وطموح اقوى واكبر. زينة أفتيموس مع حمادي القردبو. رجع الوقت الماضي لانه شوي ما بطلب شيء من الله غير الله يحميها كيف ويحبب الناس فيها اكثر واكثر. شو في الا معنى بغيابه كل شيء ضاع. نمرق كل يوم حكايات يمكن بتخلينا نبكي وبترجع دغري الحياة ترسم بعينينا الضحكة. هاي أول مرة بنقعد وبنحكي، بعدين أنت ولا مرة سألتني شو اهتماماتي أو شو بدرس. طالبة أدب فرنسي ومعهد عالي فنون مسرحية قسم الموسيقى، طالبة كلاسيك. شاركت بمسلسل شيفون للكاتبة هالة دياب ومخرج نجدة أنزور. طبعا هي مشاركة فظيعة، يعني أول مشاركة إلي أخذ بطولة بهذا المسلسل مع هاي الأسماء، هذا الشيء كان شرف إلي. كان الطريق أطول بكتير من مساحته الجغرافية، وكأنه كنت عم سافر بين أبعاد رحلة طويلة آخرة مو معروف لحتى التقيت فيه. هيدا أول ملاك عيونه بحضني ناموا، يا ربي بترجاك تمرقني بأحلامه. ورثت الصوت الجميل عن جدها، وفي سن 3 سنوات كانت تغني حبيبي بدو القمر. حبيبي بدو القمر والقمر بعيد. أيام الشباب صقلت موهبتها في الأكاديمية فتطورت. جينا نحن الغنانين والرقص يضوي ليالينا. منذ أيام الطفولة عرف عن زينة أنها تناقش على أدق التفاصيل. أرسم بيوت مضوية. وعرف عن زينة كذلك أن ما في قلبها على طرف لسانها رغم أنه يسبب المشاكل. نحن حكايات بباله منا نغمات مواله. لقبوها بالماسة، والماسة تكره أن تخيب أمل كل من يثق فيها. استانت به الدار فهو خيرها الباب. إضافة إلى أغانيها الخاصة تميزت زينة في غناء إشارة المسلسلات. كتبت ولحنت وغنت ومثلت، وإضافة لكل هذه التجارب زينة أفتيموس مدربة تقدم دورات لتطوير أصوات المحترفين في التقديم التلفزيوني. أنا كل شي بحكي بلعب لعب بالكلمة. تحب تحمل 100 بطيخة بإيد واحدة، يعني دايما مع خوفي توع منها شي واحدة. ختاما، كم بطيخة أوقعت زينة في مسيرتها الحافلة؟ وأنا لسه ما بعتبر إنه هاد سؤال. حمادي قردبو، صدى الملاعب. كم بطيخة؟ واو.